أنا اسمي هاني فوزي أبو السعد، عمري 36 سنة، من قرية الديبية تبع مركز الواسطة محافظة بني سويف. حصل حضرتك إن هم من قبل كده في فترة المسلمين اللي في البلد مهددين البعض من الناس في البلد المسيحيين بضرب المسيحيين بعد العيد، عيد الفطر، وحرق الكنيسة. ففوجئنا في اليوم اللي هو امبارح ان هما هجموا علينا بعد الظهر. قبل ما يهجموا علينا كان فيه موتوسيكلات شباب صغيرة منهم بدأوا يضايقوا في الناس في الشارع، وجري بالموتوسيكلات وحاجات زي كده، يعني استفزاز يعني. وتعدى علينا أولاد شباب منهم ماسكين شباشب وحاجات كده مش كويسة يعني. احنا ممكن كنا نسبة 10%، ف10% تعمل ايه وسط الناس معاها سلاح ومعاها شوم ومعاها سيوف؟ حتى انا مضروب في سيف في ظهري مضروب، وبعض الاشياء الطوب يعني وحاجات زي كده. قال لي ان في عينك رصاصة من ضمن الرش داخلة من العين عاملة انفجار جوه وحاجات زي كده يعني. حتى عيني دي بقى ما عادش شايف بيها دلوقتي يعني. اليمين عملوا لنا عملية امبارح في المستشفى اللي كنا فيه امبارح. طبعا ليا 2 اخواتي برضه نفس الإصابة، منير فوز أبو السعد سنه 40 سنة، وأسامة فوز أبو السعد سنه 38 سنة. ده في قطع في صباعي، والتاني نفس من الشيء. ايه ده يا استاذ هاني؟ ده سيوف حضرتك. سيوف. في سيف ظهري وفي إصابة تانية في أمام التانية. لكن أنا بؤكد إن الشرطة متواطئة معاه. رزق الله من مركز الواسطة محافظة بني سويف وقرية اسمها الديابية. لما الخناقة بدأت وقامت الخناقة، راحوا نادوا في الميكروفون قالوا الحقوا النصارى بيضربوا في المسلمين. كلمة النصارى بيضربوا في المسلمين جميع العائلات بتاع البلد جت معاهم، والعزب اللي جنبينا مكناش عارفين احنا مع مين، ومين بيضرب معانا، ولا مين علينا، ولا مين بيهاش عنا، ولا يعني بقى سايحين. ضربوا علينا بالنار، وضربوا علينا بالازاز اللي هي المتوف، وحرقوا بيوتنا وحرقوا الكنيسه وقبليها كان في واحد اسمه محمد عبد الرازق قال احنا بعد العيد هنضربهم ونحرق لهم الكنيسه بتاعتهم. لما طبعا هجموا علينا، هجموا علينا وضربوا، لما ما لقوش فيها فايده فينا راحوا ضربنا علينا احنا بالخرطوش. وش الوش بعد مسافه 10 متر، واللي ضرب عليا نار سعيد ابو موسى ومحمد اخوه محمد موسى برضه ومصلح صلاح ومحمود صلاح اخوه، هما دول اللي كانوا معاهم سلاح. الرصاص دخل في عيني وصابني في صدري وكسر سنة من السنان برضه في بقي، واكل ضربة شوم على دراعي. يعني في اثار خرطوش على في جسمك برضه هنا. ما ده رش خرطوش، اللي في صدري ده رش خرطوش، واللي دخل في عيني خرطوش، واللي كسر السنة دي خرطوش، وفيه لسه فيه بتاع الرش بتاع الخرطوش. في الشرطة جت خلاص بعد الدنيا ما خربت يعني. كل ما يعني لما اتصبت بخرطوش في وشي دخلوني بيت عمي، فطبعا بكل ما نكلم الشرطة او يتصلوا على الشرطة يقول لك ايه ده القوة اتحركت وفي الطريق ليكم. فضلنا كتير عشان تجينا وعشان تنقذ الحرايق، حتى اللي بره ما فيش فايدة. حالتهم عاملة ايه دلوقتي؟ حالتهم برضه الجناو وحش عني كتير. ما هو أسامة مش شايف بعينيه خالص الاتنين، وهاني برضه، وابن عمنا برضه هاني لما جم ولعوا في بيتهم جري عشان يطفي الحريق برضه ضربوه بالرصاص، ضربوه بالرش. أنا أسعد صدقي من الديابية، كنت جاي من الغيط وماشي في الشارع ولقيت الدنيا اللي هي العركة شغالة، فحبيت أشوف في إيه. لقيت عمامي مضروبين وكده، وكان
وبقول في ايه، ما حدش رد عليا، وبصيت لقيت نفسي مضروب بالخرطوش، ما شفتش حاجة تاني قدام. يعني لحد دلوقتي مش شايف بعيني، وحصل لي انفجار في عيني وداخلي، مش عارف ايه اللي حصل لي في عيني. ما بيحبوناش، ما بيحبوش المسيحيين في البلد، ما كلهم اخواني سلفيين، ما بيحبوش حد مسيحي في البلد. بقول للرب يدافع عنكم وانتم صمتوا.